السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا سلطة جد سهلة ولذيذة وما تحتاج الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كتجي بنينة وراقية في الشكل. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا كيف ما تلاحظوا اليوم نحضروا واحد السلطه كتجي رائعه ولذيذه وسهله التحضير مع غير مكلفه. كنحتاج هنا عندنا بطاطا، بالنسبه ليا درت بطاطا كبيره واحده خبطناها وسلق، اما كتسلقوها اما كتفورها، من الافضل تسلقوها الفور وتتركها الخضره حتى تتبرد لينا مزيان عاد نمزجوهم باش ما كيتعجنوا. يعني بطاطا كبيره ولا جوج بطاطات متوسطين وقطعناهم على هذا الشكل، هادو راه مسلوقين سلقناهم. بالنسبه لي انا فورتهم درت فيهم واحد شويه الملحه وفورتهم كيجيو بنين بزاف. خيزو واحدة جزرة كذلك خديتها وقطعتها على هذا الشكل، راه مفورة. جلبانة كذلك راه كذلك مفورة واحد شوية تقريبا شي ثلاثة ولا ربعة حسب المتوفرة عندكم. بالنسبة لي هاد الخضر متوفرة عندي، واليوم قلت غادي نحط لكم واحد السلطة. بصلة واحدة مشلفة على هذا الشكل قطع، هاد الشيء فات عندنا هنا مايس تقريبا ثلاثة المعالق كبار، جوج معالق تاع زيتون على هذا الشكل مقطع الشكل، قزبر معدنوس حسب اللي بغيت تقريبا معلقة معلقه ونص كبيره، الملح شويه البزار شويه الميل، علبه ديال التونه انا هنا بالنسبه ليا زيت الزيتون. بسم الله. الان كناخذوا هذا الخضر كناخذوا البصله بصله صغيره بعد ما شفنا على هذا الشكل انتما كي كتلاحظوا. بسم الله. الان كنصبوا المايس الزيتون علبة الطونق كتجي هاد الشلاطة رائعة وسهلة لذيذة لذيذة بزاف وسهلة على التحضير كيفما تلاحظو. كناخدو واحد شوية ديال الملحة. بسم الله. الآن كنحضرو الصلصة بعد ما درنا الخضرة. كناخدو تقريبا هادي بالنسبة ليا زيت الزيتون لي متوفر عندو لي متوفر عندو ديال زيت نباتية تقريبا شوية ممكن كترش بزاف، كنديرو تقريبا ثلاثة المعالق حسب الخضرة اللي عندكم متوفرة، شوية ديال الملحة شوية كنكترش، شوية ديال البزار، واللي عندو الخردل يمكن يدير واحد معلقة صغيرة كيجي توا كيجي غزال. بالنسبة ليا مكنكترشش عندي استغنيت عليه. كنطبو كنصبوها فوق الخضر. بسم الله. بعد ما حضرنا هاد الصلصة كنكبو الكل شويه تشكل كيفما تبقي لكم، الى عندكم معلقه صغيره هي معلقه صغيره ديال المطر كتجي بنينه، كذلك معلقه صغيره ديال المطر كيجي كذلك بنينه وزينه. الان وكندوقوا الملح حسب الذوق. الان بعد ما مشينا الكل كنقدموها كتجي جديده وبنينه بزاف. بعد ما زينا هاد السلطه ديالنا بالبيض، ودائما البيض حسب الذوق الاختياري، كتجي رائعه ولذيذه بارده سهله التحضير. كنتمنى تعجبكم، غادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.